عليكم ورحمه الله وبركاته. طلبه 5 ابتدائي ان شاء الله معانا الوحده الاولى النهارده. احنا هناخد الوحده كلها شرح وفيديو تاني هنعمل هنحل الوحده على بعضها عشان يبقى كورس اسئله كله، يبقى انتوا كده ايه مركزين في الاسئله. طبعا الوحده الاولى بتتكلم عن food and drinks. food and drink يعني اطعمه ومشروبات. lemons eggs carrots chocolate coconuts beans limes onions pineapples chicken. طبعا هنا كده we grow lemons in our garden. نقرا الكلمات التانية. healthy little a lot garden fresh favorite unhealthy mango potatoes market conjugation of verbs بقى صفات الافعال. like collected think thought sell sold grew buy bought. نشوف بقى that's easy it's okay. طيب هناخد براكتس كده على الكلمات. I always have limes, beans, chicken, coconuts for breakfast. طبعا انا دايما بتناول ايه على الفطور. طبعا الوجبات بتاخد قبلها كلمة for. مش معقول بتناول ليمون حامض، مش معقول باكل فراخ على الفطور، مش معقول باكل جوز هند، لا بتناول beans. طيب children like sweet food like onions, carrots, chocolate, fish. الاطفال بيحبوا الحاجات الطعام المذاقه حلو زي شوكليت. طبعا we add pineapples mangoes coconuts carrots when we make a green salad. احنا بنضيف ايه لما نيجي نعمل سلطه خضراء؟ اناناس ولا مانجا ولا جوز هند ولا كارتس؟ طبعا كارتس. what's your food it's a chocolate. طيب عايز اقول ما هو الطعام المفضل عندك. what's your favorite food. والسؤال ده مهم جدا. طيب نشوف نص الاستماع ونطلع منه الحاجات المهمة. What's your favorite food؟ فريدة قالت لها it's that's easy it's a chocolate. حاجة سهلة جدا ده هي الشوكولاتة. قالت لها I love chocolate too but it isn't healthy is it. أنا بحب الشوكولاتة بس أليست هي غير صحية أليس كذلك؟ قالت لها I think it's okay to eat a little. طبعا الجملة دي بتبقى طويلة قوي بتيجي في الترتيب فناخد بالنا منها. But yes it is unhealthy. طبعا الشوكولاتة انا اعتقد ان الشوكولاتة لما تاكلي منها حبة قليلين بتبقى عادي بس هي طبعا غير صحية. If you eat a lot لو انت كلتي منها كتير. What's your favorite healthy food ما هو الطعام الصحي المفضل عندك؟ قالت لها oh I like chicken and I like fish. انا بحب الفراخ وبحب كمان السمك. But my favorite is mango بس الحاجة المفضلة ليا بقى هي المانجا. We have a mango tree in the garden. احنا عندنا طبعا شجرة مانجا في الجنينة بتاعتنا او الحديقة بتاعتنا. I love mango too. انا بحب المانجا ايضا. We don't have a mango tree. احنا طبعا انا بحب المانجا احنا عندنا شجرة مانجا. We have a lime tree and a lemon tree. احنا عندنا شجرة ليمون حامض وليمون في الحديقة. My uncle grows onions and potatoes. عمي زرع بصل وبطاطس. He has chickens too. هو عنده فراخ ايضا. He collects fresh eggs every day. طبعا مهمة جدا هو بيجمع البيض الصبح كل يوم او الطازة. Sometimes he sells them at the market. وده المكان طبعا اللي بنبيع فيه حاجتنا السوق. كلمة مهمة برضو احنا احيانا sometimes he sells هو يبيع them at the market. وطبعا سيلز هنا كده منضاف لها اس علشان في المضارع البسيط. طبعا الدرس التاني احنا قلنا هنحل كل الاسئله مع بعضها. shopping list pineapple tomatoes
مهلبيه مهلبيه تريدر تريدر باونس باونس جوسي جوسي دينر دينر غريبس غريبس برايس برايس كيلوغرام كيلوغرام لاكي لاكي فريج فريج ديزرت ديزرت. شوف تصريفات الافعال need needed need needed visit visited visit visited think thought think thought get got get got come came say said say said ال expressions وال phrases how about ده طبعا في الاقتراح in total over there there you go here are until after طيب نشوف النص التكست اللي عندنا ده وان تاجر طماطم بيبيع طماطم فبيمشي في الشارع بينده على الطماطم بتاعته زي ما يكون قاعدين في بيوتنا كده ويقول لك ايه حلوه يا قوطه او مجنونه يا قوطه هو بقى بيقول ايه lovely tomatoes يعني جميله يا طماطم come and buy تعالى واشتري how about buying some lovely red tomatoes ايه رايك او ماذا عن شراء الطماطم الحمراء الجميله فالام طبعا قالت oh I think we need some tomatoes انا اعتقد ان احنا عايزين بعض الطماطم how much are they طبعا how much are they كم الثمن لما اجي اسال عن ثمن حاجه هقول how much لو بتكلم على جمع هقول are they لو بتكلم على المفرد هقول is it طيب التريدر بيقولها ايه بقى there a good price سعرهم حلو قوي there only 3 pounds for 1 kilogram الكيلو الواحد ب 3 جنيه قالت له اوكي وي ويل هاف او ويل هاف a kilogram please احنا عايزين كيلوغرام لو سمحت الماركت تريدر قال لها how about buying some carrots too طب وماذا عن بقى شراء بعض الجزر ايضا قالت له no thank you شكرا مام ابراهيم بقى بيقول لها please can we have a pineapple لو سمحتي ممكن نجيب اناناس قالت له طبعا بتفكر yes ابراهيم let's buy a nice juicy pineapple خلينا نشتري اناناس كثير العصارة طبعا قال لها there you go that will be أو that will be 20 pounds in total كلهم كده حسبهم على بعض 20 جنيه please طيب ندى والجراندما ندى والجدة I really like coming to your house جراندما أنا بحب أجي عندك يا جدتي قالت لها I like it when you visit me ندى وأنا كمان بحب لما أنت تزوريني يا ندى We haven't got a mango tree in our garden at home. We've got a lemon tree. احنا ما عندناش اي شجرة مانجا في الحديقة بتاعتنا. احنا عندنا بس شجرة ليمون. قلت لها I know I'm lucky to have one. قلت لها انا عارفة انا محظوظة ان انا عندي واحدة. Would you like to have a mango now? تحبي تاخدي مانجا دلوقتي قالت لها yes please I would also like to have your mango. انا بحب اكل المانجا بتاعتك and coconut مهلبية. ليدر وكمان هاكل مهلبية جوز الهند لاحقا Have you got any coconuts انت عندك اي كوكونات قالت لها yes I bought some in the market انا اشتريت البعض منهم من السوق وقلنا السوق ديا كلمة مهمة في الوحدة الاولى This morning هذا الصباح Mom and Ashraf Mom Ashraf will you come to the market with me تحبي تيجي السوق معايا لها yes of course what do we need to buy احنا عايزين نشتري ايه قالت له we need to buy bread and rice احنا هنحتاجين نشتري خبز ورز what would you like for lunch on Saturday تحب تاكل ايه على الغدا يوم السبت uncle فيصل is coming العم فيصل قادم قال لها oh I would like كشري انا عايز اكل كشري please it's my favorite انا عايز اكل كشري من فضلك هو المفضل بتاعي قالت اوكي ار ذير اني اونينز ان ذا فريج هل في اي بصل في الفريج قال لها نو ذير ارنت لا مفيش طبعا سو وي نيد تو باي بريد رايس اند اونينز عشان كده بقى احنا عايزين نشتري خبز ورز وكمان بصل الاب وامل اوكي وات نيد to get أمل احنا محتاجين نشتري ايه أمل
mom says there three lemons and some eggs. الأم قالت طبعا عايزين نشتري 3 ليمونات و بعض من البيض. Here are the lemons. اتفضلي الليمون اهو. The eggs are over there. البيض هناك اهو. And chocolate too. والكمان الشوكولاته. Is it on mom's list? هل مكتوب في الشوكولاته في الليسته بتاعت الأم الشوكولاته؟ قالت له no it isn't but can I have some please. بس ممكن اتناول البعض. Okay but don't eat it until after dinner. امل بس ما تاكليهاش الا بعد العشاء يا امل. طبعا الاسماء الكاونتبل ناون والانكاونتبل ناون، المعدوده والغير معدوده. الاسماء الكاونتبل ناون هي الاسماء اللي ليها مفرد وليها جمع. يعني ايه؟ يعني مثلا ا بين، ممكن اجيب الجمع بتاعه وهقول بينس. طيب مثلا ا كار، ممكن اجيب الجمع بتاعها هقول كارز وهكذا. طيب الاسماء اللي ممكن اجيب الجمع بتاعها ممكن احط قبلها ا او ان. طيب امتى باخد ا او ان؟ باخد ان لو انا عندي كلمه بدا بحرف متحرك الاي والاي والاي واليو والاو. طبعا الاي والاي والاي او يو. طيب الان لو الكلمه بدا بحرف ساكن زي مثلا كار هقول اكار، مثلا بوك هقول ابوك، لكن هنا كده مثلا انيون ان انيون، اورنج ان اورنج وهكذا. طيب يبقى قلنا تاني الاسماء اللي تعد واللي لا تعد، الاسماء اللي تعد واللي لا تعد اللي نعرف نجيب منها المفرد والجمع بتاعها. طيب الاسم المفرد بيتحط له يا ا يا ان. قبل الاسم المفرد يا اما احط ا او ان. ان لو انا عندي حرف من دول الكلمه بادئه بيه زي انيون اورنج، مثلا elephant apple وهكذا. لو لقيت الكلمه بادئه بحرف متحرك اولها ا اي 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 او يو هحط ان. طب لو قبل لو في بدايتها حرف كونسوننت حرف ساكن هحط ايه؟ طيب a mango mangoes، an onion onions، a pineapple pineapples، an egg eggs، an orange oranges. طيب الاسماء اللي لا تعد زي الاسماء ايه بقى اللي ما اعرفش اجيب منها المفرد او الجمع بتاعها؟ زي مثلا rice. rice كلمه لا تعد لان ما اعرفش اجيب المفرد بتاعها. هقول واحده رزاه واحده، لا تشيز جوس سالاد شوكليت، اللي هي بتبقى عباره عن كميه. يعني ايه بقى كميه؟ يعني انا مثلا لو عندي اوضه مليانه رز كتير مش هعرف اعد الرز اللي فيها، مش هقعد اقول واحده رزايه اتنين رزايه تلاته رزايه. طيب لو انا مثلا قدام برميل من الميه او برميل من الزيت مش هعرف كده بمجرد النظر له ان انا اقول ده وان كام ازازه زيت وكام ازازه ميه. طب اعرفها ازاي بقى؟ كل ما هو مصحون مطحون حبيبات صغيره لا يعد، ومشروبات كمان. كل ما هو مصحون مطحون حبيبات صغيره ومشروبات لا يعد. زي ايه؟ زي السكر، زي الملح، زي الرز، زي الجبن، الجبن يعني الجبنه، زي السلطه، شوكولاته، عصير، مثلا مياه. ما اعرفش اعد الحاجات دي كلها الا لو حطيتها في كونتينر اللي هي الحاويات بتاعتها. يعني مثلا لو عندي ازازه ميه، ازازتين ميه، ثلاثه ميه، دي حاجه اسمها كونتينر. لكن لما هي كميه على بعضها ما اعرفش اعدها. طيب ده بالنسبه للكاونتبل ناون والان كاونتبل ناون. ابانانا امانجو، طبعا دي الاسماء الحاجات الاسماء اللي بتستخدم قبلها ايه بتيجي قبل الاسم المفرد. ايه وان بيجوا قبل الاسم المفرد، بس ايه للاسماء اللي بادئه بحرف كونسوننت حرف ساكن. لكن ان الاسماء اللي بادئه بالحرف من ده اي 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 او يو. اول ما اشوف اي 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 او يو بادئه في بدايه الكلمه هحط قبلها ان، عشان الان تبقى فاصله ما بين الفاولز ده والفاولز ده. سي مثلا ان elephant ان apple
an orange مثلا an onion. لو قلت مثلا monkey هقول a monkey. لو قلت مثلا camel هقول a camel وهكذا. طيب انا هنا كده عندي في الصفحه الثانيه قاعده سمو اني. سمو اني الاثنين بيجي بعدهم اسم يعد واسم لا يعد. اسم يعد واسم لا يعد. يعني اسم جمع واسم جمع من الناحيه الثانيه اللي هو الكميه اللي احنا قلنا ما بنعرفش نجيب المفرد بتاعه. تمام. انا عندي سم مثبته، اني منفيه وسؤال. سم بتيجي مع الجمله المثبته عادي. يعني ايه الجمله المثبته العاديه؟ يعني لو قلت مثلا there is some salt. لو قلت مثلا there is some salt يوجد بعض من الملح. ادي سم في الجمله المثبته عاديه. is مثبته ولا قلت isn't ولا aren't. طيب لو قلت برضو there is some مثلا orange juice برضو ان some هنا كده بتيجي. لو انا قلت مثلا كده there is some orange juice يبقى انا برضو دي جملة مثبتة مش منفية اهي. طيب لو انا عندي السؤال بادئ بوات او كلمه وود جت في الجمله يبقى انا هحط سم على طول. ليه بقى؟ لان ده عرض وطلب. زي مثلا وود يو لايك سم باينابل. وود يو لايك سم باينابل يقول لك مثلا يس بليز، يا اما نو ثانك يو. هل تريد بعض الاناناس؟ ده عرض. طب اما اقول مثلا اي وود لايك سم مثلا رايس او ووتر او جوس، انا اود بعض من العصير. يبقى انا لو لقيت كلمه وود هي الفيصل، كلمه وود هي اللي بتدلل على كلمه سم، كلمه داله على سم. لو لقيت كلمه وود اختار سم، ولو لقيت الجمله مثبته عاديه هختار سم. طب لو لقيتها منفيه او سؤال هختار اني. وي دونت هاف اني اونينز، انا ما عنديش اي بصل. طيب ولو لقيت ده سؤال is there any butter in the fridge، is there any butter in the fridge، هل يوجد بعض من الزبده في الثلاجه، يبقى انا some مثبته any منفيه وسؤال. احفظها كده some مثبته any منفيه وسؤال. طب نحل تحت كده. I eat not apple every day، انا باكل تفاح كل يوم. ايه ما تنفعش لان التفاح بدأ بآ، يبقى ما تاخدش حرف ايه. طيب سم انا مش هقول بعض باكل بعض من التفاحه كل يوم لان قبل مفرده، مش هقول باكل حته واسيب حته لبكره، لا طبعا مش هينفع. اني مش هقول باكل اي تفاحه. اني منفيه او سؤال، انا ولا منفيه ولا سؤال، يبقى هاخد ان. ليه بقى؟ لان ابل بدأ بحرف فاولز متحرك. طيب نادر doesn't want، ادم لقيتها منفيه يبقى اني. نادر مش عايز اي عصير. summer has not oranges. او ان ما تنفعش لان او ان لازم الكلمه اللي بعدها ما تجيش جمع. طيب اني ما تنفعش لان اني منفيه وسؤال، دي مثبته يبقى هاخد سم. are there وهنا كده question mark يبقى على طول اني. طيب ده healthy food و unhealthy food. bananas bananas bananas، carrots carrots carrots، chicken chicken، nuts nuts، mangoes mangoes، watermelon watermelon، onions onions، فول مدمس فول مدمس، bread bread، boiled eggs boiled eggs، orange orange، salad salad، juice juice، yogurt yogurt، fruit salad fruit salad، cheese cucumber cucumber، honey كشري. طيب ال unhealthy food بقى اللي هو الطعام الغير صحي، chocolate sweets cookies jam french fries cake burger بيتزا. طبعا جايب لي الحاجات دي عشان لو جاب لي باراجراف عن الطعام الصحي والغير صحي يبقى انا هكتب من الحاجات دي. طب نقرا النص مع بعض. جانا can you help me
unpack the bags please. جانا ممكن تساعديني ان انا افرغ الحقائب لو سمحتي، لكن املى الحقائب اسمها pack. لو شلت ان يبقى معناها احزم الحقائب. يطلع yes of course، ايوه بالطبع، و good جيد. you bought mangoes at the market، انت اشتريتي مانجا من السوق. قالت لها I love mangoes، انا بحب المانجا. oh and you bought chocolate mom delicious، وكمان اشتريتي شوكولاتة حاجة لذيذة جدا. but that in the put that in the cupboard، حطي ده في الخزانة please من فضلك. it's for dessert، دي بقى اسمها dessert. it's for dessert tomorrow، هي للحلوى غدا. we only have chocolate on Saturdays، احنا بس بنتناول الشوكولاته يوم السبت. it isn't very healthy، هي مش صحيه خالص، بس طبعا اوكي لو كنا منها قلتها. قالت لها اوكي. where shall I put the cookies، اين يمكنني ان اضع البسكوت. please put them in the top cupboard، حطيه في القمه او في الدرفه العلويه. you can have one after school tomorrow، ممكن تتناول واحده بعد المدرسه بكره. but just one، بس واحده بس. they aren't very healthy، هم مش صحيين. okay I'll put the bananas in the fruit bowl، طبعا انا احط طبعا الموز في طبق الفاكهه. on the table، على الترابيزه. thank you is the chicken in the fridge، هل في فراخ في التلاجة. it's for shawarma for lunch today، هي عشان الغدا، الشاورما الغدا النهاردة. هيطلع yes there is with the carrots، ايوة طبعا it's there with the carrots، موجودة مع الجزر. thank you Jana. do you want ام علي for dessert tonight، هل تحبي ام علي على الحلوة كحلوة الليلة. I bought a bag of nuts، انا اشتريت طبعا كيس من المكسرات. yes please mom that's my favorite، ايوه لو سمحت يا ماما. طبعا lesson 3 بيني ستوك، طبعا القصه اللي هي بتاعه ساق الفاصوليا. احنا طبعا عملنا الوحده كلها على بعضها عشان اللي عايز يراجع عليها، وبعد كده هنجيب الاسئله كلها في فيديو تاني. بيني ستوك طبعا الاي لو جه بعدها ال بتنطق او، والال لو جه بعدها كي ما بتنطقش، يبقى دي اسمها بيني ستوك. كيج كاسل golden egg giant magic hen poor rich terrible price top eggs special gold coins free. نشوف بقى تصريفات الافعال. count counted grab دي كلمه مهمه جدا ولها definitions، ينتزع. grab save chop طبعا chop اخرها حرف ساكن وقبل منه متحرك، بنضيف ملي نضيف لها اي دي بنضيف الحرف الساكن الكونسونانت. sell throw meet طيب out of the window، حرف جر مهمه جدا. at last up to the clouds happily ever after. الديفينيشنز يبقى عايزه مذاكره كتير، وان انا اعلم الديفينيشن التعريف بكلمه. say مثلا giant a very big person، العملاق اللي هو شخص كبير جدا. grab ينتزع. to pick something up quickly ان انت تنتزع شيء بقوه، يبقى اول ما اقول quickly على طول يبقى هقول grab. تاني سنة خمسة to pick something up quickly، أول ما أقول quickly يبقى على طول grab. castle قلعة a very large building built a long time ago، كلمة a long time ago أو built a long time ago دي المهمة جدا في التعريف. مبنى كبير اتبنى من وقت طويل جدا. chop يقطع. to cut something down cut يبقى على طول chop لأن الاتنين يقطع. cage اللي هو القفص a box in which we keep animals، الصندوق اللي بنحفظ بيه او بنحافظ على الحيوانات جواه. هنقرا كده القصه. جاك اند هيز ماذر وير فيري بور، جاك وامه بيكونوا فقراء جدا. go to the market and sell our last cow، اذهب للسوق وبيع اخر بقره عندنا.
said Jack's mother. طبعا أم جاك هي اللي قالت له كده. Please get a good price, Jack. من فضلك احصل على سعر كويس أو بيع بسعر حلو يا جاك. On the way to the market, في الطريق للسوق, Jack met an old man. طبعا جاك قابل راجل كبير في السن. I have these special beans. أنا معايا الفول الخاص دون. Do you want to buy them? هل تريد أن تشتري البعض منهم أو تشتريهم؟ They will make you rich, said the man. هيجعلوك غني جدا. الرجل قال له كده. Jack bought the beans. طبعا جاك اشترى الحبوب. But his mother was very angry. بس أمه كانت غضبانة. We need food, Jack, not beans. احنا عايزين طعام وليس اللي هو الحبوب. She throws him out of the window. هو طبعا هي طبعا رمتهم من الشباك. Sorry mom, said Jack. قال لها طبعا انا اسف يا امي. I thought they would help us. انا اعتقدت ان هم هيساعدونا. Jack went to bed. جاك طبعا راح ينام. He was sad and very hungry. طبعا راح نام وهو حزين وجعان جدا. The next morning, في الصباح التالي, Jack saw a very tall beanstalk in the garden. جاك شاف نبات الفاصوليا ده طويل جدا في الحديقة. It went all the way up to the clouds. كانوا طوال جدا وراحوا لحد السحاب. Jack climbed the beanstalk. جاك تسلق نبات الفاصوليا ده. At the very top, في القمة بتاعته. He saw a castle. هو شاف قلعة. Jack went inside to see if anyone needed help. طبعا دخلها وشاف يكون حد محتاج مساعدة. Suddenly, Jack saw a very big giant. طبعا شاف شخص عملاق. He was counting bags of gold coins. بيعد كيس من العملات الذهبية. There was a hen on the floor. كان في على الأرضية فرخة. The hen was in a cage. طبعا الفرخة كانت في القفص. Next to the hen were some golden eggs. بجانبها كان في بيض ذهب. Then the hen looked very sad. طبعا كان باين عليها حزينة. It was a magic hen. هي كانت دجاجة سحرية. واسمها ايه بقى؟ اسمها magic hen. يعني ايه؟ دجاجة سحرية. تاني يا سنة خمسة. magic hen. And it could talk. ممكن تتكلم. Help me please. ساعدني لو سمحت. Cried the hen. طبعا بتقولها وهي بتعيط. Save me from the terrible giant. انقذني من العملاق السيء دون. I'll help you, said Jack. طبعا انا هساعدك. جاك هو قالها كده. As soon as Jack reached his garden. طبعا اول ما وصل الحديقة بتاعته نزل طبعا من على سقف الفاصوليا. He grabbed his axe. grabbed يعني انتزع. يعني التعريف بتاعها في كلمة quickly. هو انتزع الفأس بتاعته. He chopped down the beanstalk. طبعا قطع ساق الفاصوليا. The giant fell on the ground. وقع على الأرض. And run away. وطلع يجري. The hen was happy. الفرخة طبعا كانت سعيدة. It was free at last. هي أخيرا بقيت حرة. Thank you for helping me, Jack. شكرا على مساعدتك لي يا جاك. You are a kind boy. انت ولد طيب. Can I please stay with you and your mother? ممكن أدني معاك انت ومامتك. Jack and his mother weren't poor anymore. طبعا أدنتها معاهم. لما قعدت معاهم طبعا قعدت تبيض من ذهب. وهم طبعا ما بقوش فقرة خالص. They sold the golden eggs to buy food. طبعا بقوا يبيعوا البيض ويشتروا بيه طعام. Jack and his mother lived happily ever after. عايشوا سعداء بعد كده. طبعا درس البسبوسة اخر درس. Lesson 4 and 5. هنشوف المين vocabulary. Bake boil way out. طبعا جي اتش سايلنت ما بيدوش في الكلمة دي. هي كأنها بتسوي بالظبط كلمة way. طيب cut mix pour. طبعا الفي اللي جنب كل كلمة من دول معناها ان ده فعل. الكلمة دي فعل. يعني ايه فعل؟ يعني بمنتهى البساطة انا ممكن احط قبلها الضمير I ويبقى على طول دي جملة. I bake بسبوسة. I boil the water. I weigh out the ingredients. I cut the بسبوسة. I mix the ingredients. I pour the mixture. انا طبعا بخلط الخليط. يبقى انا كده يعني بقيت كويسة في كتابة باراجراف عن البسبوسة. Recipe
ريسيبي لينتل سوب لينتل سوب تيرن اون تيرن اون اد اد بيكينج داش بيكينج داش بريتي بريتي ساسبان 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 ingredients 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 oven oven by hand mixture 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 diamond shape syrup syrup instructions instructions طيب نشوف بقى البسبوسة. انا عندي هنا كده المقادير في الingredients. عندي سيمولينا، عندي يوغرت، عندي شوجر، عندي ميلتد باتر، عندي بيكنج باودر، كوب كوكونات، ألموندز، سيرب، مثلا واتر، هاني. طيب نشوف بقى الريسيبي اللي هي الطريقة. ماي فيفورت ريسيبي، الطريقة المفضلة ليا. وي كوك لوتس اوف ديفرنت ثينجز، احنا بنطبخ اشياء كتيرة جدا، ساتش از لينتل، زي العدس، زي شوربة العدس، لينتل سوب، فول مدمس، اند ملوخية. ماي فيفورت ثينج تو بيك از بسبوسة، الشيء المفضل ليا بقى بيكون البسبوسة. This is how you make it. وازاي بقى بنعملها؟ First اولا you need to turn your oven on. انا عندي هنا كده turn on، لما باجي اقول ان نشغل الفرن بقول على طول turn on. دي ممكن تجيلي في التشوز to get it hot، عشان نحصل عليه سخن. Then weigh out the ingredients، بعد كده اوزني المقادير بتاعتك. Then you mix the semolina, coconut, sugar and melted butter، بعد كده اخلطي دي السيمولينا، حطينا كوما كوكونات كوما شوجر كوما اند ميلتد باتر. لما اجي اقول حاجات من نوع واحد ما بحطش اند اند اند، لا بحط كوما 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 وفي الاخر اقول اند. You should mix these ingredients by hand، لازم تخلطي المقادير دي بالايد، ولما اجي اقول بايدي او باليد هقول by hand، حرف الجر مهمة جدا. I love doing this، انا بحب اعمل كده. Then you add the yogurt and pour the mixture into a baking dish، بعد كده ضيفي الزبادي وصبي الخليط ده في طبق الخبز او الصينيه اللي انت هتدخليها الفرن. You can use a knife to make diamond shapes، ممكن تستخدمي السكينه وتعملي اشكال معينه كده على معين على البسبوسه. On top of the بسبوسه، على قمه البسبوسه. On top of دي كده الحروف الجر دي خلاص شو عامل كسنة خمسة. put an almond on each diamond، حطي واحدة لوز على كل في كل معين شكل معين. it looks really pretty، هيبقى شكله حلو قوي. bake the بسبوسة in the oven for 30 minutes، اخبزي البسبوسة في الفرن لمدة 30 دقيقة. make the syrup، اعملي الشربات. put the honey، حطي عسل water and lemon juice into a saucepan، حطي عسل ومية وعصير ليمون في القدر. boil the mixture for about 10 minutes، اخلطي او اغلي الخليط ده لمدة 10 دقائق. take it out of the oven، خرجي البسبوسة من الفرن. then pour the syrup over the بسبوسة، حطي السيرب على الشربات على البسبوسة. cut the بسبوسة and share it with your family، انا عندي برضو شير بتاخد حرف الجر بس. وبكده نكون خلصنا الريدينج او الدروس في الوحدة الاولى. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد نحل فيه بقى كل الاسئلة اللي في كتاب جيم. على خير ان شاء الله، مع الف سلامة.